سلام البنات، غنوريكم واحد الطريقه جديده كيفاش غتخدموا الجل، سورتو اذا كان عندكم مشكل معاه وما كتعرفوش تخدموا به وكيجيكم صعيب، وسورتو بالشابلون. هاد لا فيديو غنوريكم واحد الطريقه واحد الجل اللي غادي ينفعكم بزاف وغادي فريمون يغير حياتكم، وانا متاكده الا شفتوا الفيديو حتى الاخر غتندموش عليه. المهم انا غادي نوريكم المراحل يعني بالتدريج باش هكا تكون عندكم درايه وتشوفوا بالمراحل كما غتشوفوا في الفيديو باش انكم توصلوا للنتيجه اللي غادي نوصلها حتى انا في الاخر الفيديو. بالنسبه لي انا هنايا راه ديزانفيكتي يديا وحاولت انني نتفادى داك الجلد الميت، المهم ما عنديش بزاف الاناني جمحيته، درت نايل بريب والبرايمر وكنخليهم ينشفوا غير بالهواء، وكنخليهم كل ما بين واحد وواحد الوقت كينشف. ومن بعد غادي ندير هنايا ان باز، انا هنا غنستعمل لي نغبر باز اللي صراحه ما بقيتش كنستعمل لي باز عادي، كنستعمل لي غير لي غبر باز حيت زوينين ولا كاليتي ديالهم زوينه بزاف. دونك تي غادي ندير منها كوش وحده وغادي نشفها لمده 60 ثانيه في فلاماشين اي في، ومن بعد غادي ناخذ الشابلون ديالي. بما انني انا الصراحه خدمت الشابلون قبل ولكن هذه اول مره يعني غندير يدي كاملين بالشابلون، وصراحه النصيحه اللي لكم بالنسبه للشابلون حاولوا تخدموا بشابلون يكون كاليتي، باسكو هنا خدمت بهذا ديال نايس كومباني يعني لاحظت الفرق ما بين اللي كنت خدمت بهم قبل داك اللي كنت شفتهم ماشي غاليين بزاف، المهم لا كاليتي ديالهم ماشي شي حاجه. من بعد كتلقاو انكم كتلقاو صعوبه باش يلصقوا داكشي، هذا العكس ديالو تماما، لاكاليتي كتكون زوينه. دونك ننصحكم باي شابلون كتلقاوه لاكاليتي ديالو زوينه. المهم كما شفتوني انا قبل كنت كنهضر درت لكم باش انني ناخذ لي بوان سورتي ديالي باش يجي الشابلون على لاطاي ديال الطفر ديالي، خديته بواحد الفوتر وماركيتو وبانوا لي لي بوان سورتي وصافي، وديك الساعه قطات باش الطفر ديالي يجي مع الشابلون لاصق، ما يكونش داك الخوا ما بينه وبين الطفر. صافي هنايا صافي غادي نقاد يعني لا فورم ديالو واش بغيتو هابط بزاف ولا طالع. صافي هنا راه درتو تو دغوا ما درتوش هابط، وهذا هو الجل اللي هضرت لكم عليه. صراحه الجل شنو نقول لكم زوين مسلسل لواحد الدرجه راه ما تصوروش، راه ديجا هضرت لكم عليهم ولكن راه اول مره نجربو في الشابلون هكا بالجل وخدم ليا زوين. المهم كما شفتوا هو كتخدم باليدي وما محتاجينش، ماشي هو البوليجيل بصحابكم تخلطوا مع البوليجيل، هذا راه ماشي بوليجيل، هذا جل بوحديتو. غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون لبغيتو تشوفوه وتقراو عليه كثر وداكشي. المهم كتخدموا به بيديكم، كتقدروا تصوبوا به هكا الجل كما كتشوفوا، تقدروا ترسموا به دي فورم 3D، المهم كيصلح بزاف الحوايج. راني خدمت به حتى دي فيديو في انستغرام في تيك توك، كنت باغي تدخلوا تشوفوهم شنو تقدروا ديروا بهم حوايج اخرين. زوين في هذا الجل هذا كما قلت لكم انكم ما كيزربش عليكم في الوقت، كتاخذوا وقتكم كافي وكتحد صاوبوا لا فورم اللي بغيتو بالوقت اللي بغيتو. يعني بالنسبه لي ديبيتونت راه مزيان لكم بزاف، وحتى لي بروفيسيونيل اللي ديجا مولفين راه يسهل عليكم الوقت وتروحوا بزاف الوقت، لانه انكم كتصاوبوا لا فورم ديجا. يعني غير انا من هنايا ما عنديش اكسبيريونس كثيره في الجل سورتو شابلون، دونك تعطلت شي شويه ولا فورم يعني قديتها، سينو اللي كنتو زعما دي بروفيسيونيل ما محتاجينش ديروا كاع ليماج من بعد هاد الجل هذا، ديريكتومون كديروا الجل وكتكاتاليزي وصافي، وكديروا شويه ديال اللي ملي كنتو مضطرين سينو راه ما محتاجينش نهائيا. المهم هنا بعد ما شفت هاد الجل مع دام لا كولور ديالو شويه فونسي عطاو له الوقت ينشف، انا عطيتو تقريبا انا عطيتو 30 ثانيه ومن بعد خرجتو حاولت نبنشيه باش يدير لي داك اللي ديك لافون ديال السيم تحت، ومن بعد عطيتو الوقت عطيتو تقريبا شي جوج دقائق حتى ثلاث دقائق نشفتو مزيان عاد تاكدت. المهم هو ماشي ضروري انك تديكريسيوه بالكلينر، ولكن انا بغيت نديرو صافي بروتوكول وباش هكا تجيني ساهل في ليماج، سينو هو راه ما كيتلصقش من بعد ما كتسالي وراه كتلقاوه ليس. صافي هنا كتصاوبو لافورم اللي بغيتو، انا هنا غادي نصاوب لافورم اموند وغادي. المهم ليماج راه شي با تري بروفيسيونيل باش نوريكم الطريقه كيفاش. المهم انا مشيت شمر شويه حتى حاولت انني نصاوب لافورم اللي بغيت وحصلت عليها. هنايا غادي ندير هاد البونسمون هادي، صراحه زوينه اللي كيقيسو يديهم، معانا عندي لابو ديالي رقيقه بزاف وضغيه كنقيسها غير بشويه بخاف لا اللي ما كتكونش حارشه بزاف كتخبشني، دونك خديت هادو من شاين و فريمون اول مره نجربهم وصراحه عاونوني بزاف، انا ما خليتش راسي انني نتخبش، يعني داكشي كان غزاع فريمون. زعما ننصحكم الا كنتو كتقيسوا راسكم ولا الكليان ديالكم انكم تستعملوا هاد الاخر. صافي من بعد ما ساليت هي لا فورم اللي بغيتها، المهم راه ماشي اموند 100% جات ما بين اموند و راوند، ولكن راه من بعد غات
غتخبيتها بعد وليت قديتها. ولا لاحظتوا ان هذا الجل هذا فيه دي بايت، هو سي بينكي ميلكي بينك شويه شويه، فيه دي بايت ولكن راه فيه الوان اخرين. الا كنتو باغيين تشوفوا الالوان اللي فيها، المهم راه غادي تلقاو في لا ديسكريبسيون الرابط ديالو، دخلوا شوفوا داكشي كامل، راه يعني فيهم بزاف لو شو ديال لي كولور. المهم انا فاش هنا ساليت حاولت نمسح باش يبان لي داكشي مزيان، وغادي ندوز للمرحله اللي غادي ندير فيها البيبي بومر. والنيس غنوريكم واحد الطريقه ديال البيبي بومر ساهله، واللي فريمون غتسهل عليكم الخدمه، وغادي تعطيكم الريزلت اللي كتشوفوها فريمون بروفيسيونيل. هنا المهم خديت هاد لي بونج هادو ديال الماكياج اللي كتلقاوهم بارتو، يعني فين ما مشيتو تلقاوهم. انا خديتهم من بريمارك، يعني بنات اللي عايشين في فرنسا ولا حداهم بريمارك، يعني تاخدهم تما سي با شير، ما غاليينش. صافي كناخد باغ كونت كنستعمل هنا جيل بانت، ماشي فيرني عادي ولا جيل. جيل بانت كيكون شويه بيغمونتي وكيعاون الخدمه. المهم كتشوفوا درت تنص الطفر ديالي، ومن بعد غادي نقلب الجهه اللي ما مقيساش اللي مقسهاش بالجيل بانت، وغادي نبقى ندير ديكرادي. المهم غادي نوريكم الطريقه مزيان، من بعد غنوريكم في صباع اخر نوريكم داكشي بالتدريج، يعني فريمون نشرح لكم دابا هنايا فريمون كنوري الطريقه يعني اون جينيرال، من بعد غندخل لكم في الديتاي. المهم انا حاولت نتقل لا فيديو ولا خليته بالسرعه ديالو، ماشي ثقلته، باش هكا يبان لكم داكشي الديتاي. المهم انا هنا كتشوفوني كنمسح بالجهه الاخرى حيت شطراتي هبط بزاف، دونك باش نصحح داك الغلط اللي درت خديته بالجهه اللي نقيقيه وبديت كنمسح. صافي وكتبقى تضربوا بحال هاد الضربات بحال هكا، وخذوا وقتكم. وانت نقول لكم بالله في الاول خصكم ضروري هذيك لي بونش تنقيوها بداك اللي شتوني نقيت به، ولا بالشابلون ولا شي حاجه اللي كتلصق، ولا ميم سكوتش، باش هكا يحيد لكم كاع ديك الصغيرات ودوك البوسيير الغبره اللي كتكون فيه، باش هكا ما يديعلكمش بيبي بومر، لان البيبي بومر خصو يكون فريمون نقيقي، لان ابسط حاجه غادي تبان لكم فيه. صافي من بعد ما كتكاتاليزيو 60 ثانيه كنولي عاوتاني نعاود نفسي، ولكن ما كنهبطش حتى لتحت، كنحاول كنبقى غاده، وكان ما كنوصلش للنيفو اللي كنت فيه في الاول، يعني غاده وكنطلع للاخر ديال الضفر يعني من الراس ديالو مي كنسالي بطبيعه الحال. المهم انا درت تقبنت ثلاثه د المرات تخواكوش. هنا غادي نستعمل هاد الكروم توب كوت، صراحه نقول لكم هذا واعر، الا كنتو باغيين تصاوبوا لي بودغ ديالكم ننصحكم به بزاف، وراه في السيت ديال بون بروتي، وراهم دايرين ان ريديكسيون اكطوالمون، راه باقا حتى لو 14 جوان، دونك الا كنتو باغيين تاخدوه خدوه، راه صراحه كيعاون بزاف. كديروه كتنشفوه للمده ديال 30 ثانيه كتخرجوه وكديروا البودغ ديالكم، وعرفتوا الريزلت. راه مجربه انا ديجا دايره بطوب كوت عادي ماشي، وكنت ديجا جربت نفس لي بودغ، كاين افون ابري فريمون كاين فرق كبير. دونك هذا الا كنتو غتستعملوا لي بودغ بزاف غير ننصحكم انكم تاخذوه، بليس ماشي غالي، ثمن مناسب، ولا بغيتو عندهم داكشي مزيان. المهم السيرفيس اصلا ديال بون بورتي صراحه زوين. صافي من بعد ما ساليت درت التوب كوت، درت التوب كوت ديال نايس كومباني هذاك سويفت، لانه فيها بروتيكسيون ديال اونتي يو في حيت عندي البيض. وهنا غادي نوريكم فهاد السبعه، انا نوريكم ديتا، وهانتوما كما كتشوفوا الجل كيفاش لي بايت لي فيه، صراحه حتى هاك بوحدو غيبقى زوين. المهم هانتوما كتشوفوا جهه عندي فيها بزاف لي ديك لا بارسي اللي فيها البيض بزاف، هذيك لا بارسي اللي كنكون هزه منها الجل بانت، كنديرها الفوق كما كتشوفوا، والجهه اللي خاويه كنديرها لتحت، فوالا بحال الطريقه باش كتحصلوا على داك الديكرادي. سينو الا كنتو باغيين تبداو كيما بديت في المرحله الاولى، بديت نص الضفر ديروها، ولكن من بعد كتبقاو تخدموا بداك الجهه اللي ما فيهاش بزاف باش تحصلوا على داك الديكرادي. فوالا وراني وريتكم جيل بانت اللي استعملت، وتقدروا تستعملوا اي جيل بانت، ومن الاحسن ما تستعملوش الالوان ديال سيمي بيرمانون، راه ما كيعطيوش نفس النتيجه. لي بيبي مور لا بغيتوهم خصو يكون سوا سيمي بيرمانون اللي يكون تري بيغمونتي، اولا لي جيل بانت هما اللي صراحه كيخرجوا لكم بيبي بومر، سيرتو البيض من الاحسن انكم تاخدوه، راه الاخر غتستعملوه تستعملوه لتال باش ترسموا الناين ار، كيجي صراحه سهل من انكم ترسموا بلي فيرني سيمي بيرمانون. صافي هنايا كنكمل بنفس الطريقه، نتمنى اني نكون شرحت لكم مزيان، الا ما فهمتوش شي حاجه ما تحشموش ما تردوش، لان عندي بزاف البنات كيتفرجوا فيا وكيحشموا انهم يسولوني. المهم يعني ما تردوش انكم تسولوا، رانا
عادي نتعاونوا بيناتنا، داكشي اللي كنعرفو غادي نقول لكم بارطاجي معكم، ما كاين حتى شي مشكل. المهم هنا باش درت داك التوب كوت ديال الكروم كيما قلت لكم، شفتو السين تانية ودرتو الصبع ديالي هاد المرة باش نشوف واش النتيجة كتغير على البانسو اللي درت قبل. بصراحة لا، ما كاين حتى شي تغيير، غير كيف كيف كيما درتو الصبع ديالكم كيما البانسو، هو كيخرج بطريقة زوينة لأن التوب كوت هو اللي كيخليه يخرج بديك الطريقة. صافي، من بعد ما كملت درت له توب كوت ديال نايت كومباني عادي وصافي، وحيت بالكلينر، وهذه هي النتيجه كما كتشوفوها. صراحه انا ما نكذبش عليكم، شي فان، واخا كاينين دي ديفو ديال ليماج مي جي غاتخابي من بعد ما كملت لا فيديو، ولكن الريزلتا زوينه. هذه لي كولور كيفاش كيبانو في الضو ديال برا، هذيك الضو ديال ارتيفيسيال، هذه الضو ديال برا. دونك كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم ما تنساوش انكم تخليو لي لايك، سورتو انكم تشجعوني بزاف، لان هادشي كيعني لي بزاف انني نزيد نخدم ونزيد نصور لكم فيديوهات اخرين. عندي بزاف الحوايج نبارطاجيهم معكم، دونك نتوما ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي بارطاج وبلي كومونتير زوينين يشجعوني. ودابا ما بقى لي الا نقول لكم بيزو، يلا بروشين.